الحمد لله. بالفعل الرجاء دائما كتفرح في الغالب برا، كتفرح الجمهور ديالها، وزيت بالزي المغربي من اجل اثاره الانتباه، وانت كتشاهد غير الاستجوابات كافيه. ولله الحمد ربحنا الماتش، الرجاء ربحت الماتش. وعلى العموم حنا كنصفقوا لهم، وعندي الاهل والاقارب، زدت بالجلباب لان الاهل والاقارب كلهم غادي عرفتهم غادي يشاهدوني، وعندي برقيات بان شدوني في المغرب عبر الشاشه. ولله الحمد وصلتهم تحياتي وتحيه العائله. انت واش مقيم ولا غير زياره؟ انا في من اجل الزياره جيت للعمره، ودابا هنا في زياره للجنوب، عاد غادي نولي نكمل عاود ثاني ان شاء الله في مكه والمدينه، وغادي نمشي بحالتي. هذا من اجل السياحه فقط. هنا الرجاء شويه في الاول كنا شويه عندنا مشدين في هذا، ولكن في صدركم كان الصوت الاول كانوا ضعاف شويه، ولكن صدركم والحمد لله في الصوت الثاني لعبوا مزيان وربحوا الماتش. شكرا لك.